اللي بيكتب شو بتقولوا عنه؟ كاتب. واللي بيبني بناء. واللي بيرقص شو بتقولوا عنه؟ واللي بيرسم واللي بيكفر شو بتعطي اللي يقول عنه؟ شوف هلا اذا جاء واحد يطلب ايد اختك ممن يعتقدون ان لله شريك، ان الله ثالث ثلاثه وانه الله عنده ولد، اجا يطلب ايد اختك او بنتك بتعطيه؟ شو بتعطيه؟ ليه ما بتعطيه؟ لانه كافر. خلصت. يعني نحن وغيرنا نعم منقول كلمة كافر لأنه هيدا معناتها باللغة العربية، يلي منه مسلم اسمه كافر. واضح هذا الكلام؟ فيا أحبابنا إذا سمعتوا حدا عم بسب الإسلام أو عم بسب رب العالمين راجعوه قولوله يتشهد قبل فوات الأوان، لأنه إذا مات بدون ما يتشهد حطب جهنم إلى ما لا نهاية.